وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن الموت ذوق ما عشته في الدنيا. كل واحد ساعة ما يتنادى للقاء هيطلع سكران بما كان فيه عند البقاء. كنت سكران بالصلاة، يبقى الموت بالنسبة لك يبقى صلاة من غير أغيار. كنت سكران بالقرآن، طول عمرك تقرأ القرآن، هتخرج من هنا وانت ايه؟ ها؟ في معارج أنس، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تعالوا بنا نزور سيدنا بلال في لحظة خروجه من هذا العالم ولحوقه بالرفيق الأعلى. وكانت زوجه تقول: ها وكرباه ومصيبتاه. أم سيدنا بلال رفع لدرجة الحقيقة، مش ظاهرها. قال: لا تقولي ومصيبتاه، بل قولي ايه؟ ايه؟ وفرحتاه، لأن بلال سيخرج على سكرة موت غدا، ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه سكرة بلال في خروجه من هذا العالم. خوفونا من ألذ شيء خلقنا من أجله، ده احنا بنصبر على الدنيا واللي فيها عشان نقابل ربنا. يا سادة، ساعة لقاء الله يوم عيد المؤمنين، وإلا كيف كنتم تقرؤون قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. ساعة خروج الإنسان من عالم الدنيا كخروج المسجون من السجن، اسمه الإفراج، اسمه إفراج. سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم، كأنه يطالع ما وعد. هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد، من كان في كنف الحبيب فعيشه العيش الرغد. لو أبصر الشيطان حسن جبينه في وجه آدم كان أول من سجد، أو أبصر النمروز طلعة وجهه عبد الجليل مع الخليل وما عند. لكن نور الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد. دي خصوصيات عظيمة. كانت العين اللي بكت من خشية الله لن تمسها النار، العين اللي بكت من محبة الله بتعيش فين؟ لن يمسها الحجاب، لن يمسها البعد، لن تحترق بكوى الأغيار. الواد يبقى بيصلي ويديك ماسك له في آيات جهنم، يا ابن حرام عليك ده بيصلي. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. سيدي أبو الحسن الشاذلي خد الحديث ده، قال له: يا سيدنا عبد السلام ابن مشيش شيخه، فقال له: يا سيدنا الشيخ، يعني يسروا ولا تعسروا؟ قال: دلوا الخلق على الحق. قال له: مال يعني ايه بشروا ولا تنفروا؟ قال: دلوا الخلق على سيد الخلق. والبشرة ايه؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بس كده، نور يسعى بين أيديهم وبإيه؟ وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. طب هم يدعوا يقولوا ايه لما الحال كده؟ يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا. مش مكفيكم نور النبي؟ قال: استمدوا من نور النبي عشان يشوفوا نور الله. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.